عليكي الواجب يا رودي بتاع المرة اللي فاتت؟ ايوه طيب وبيبعتيهولي على الواتس بعد السيشن لو سمحت. ماشي. طيب المرة اللي فاتت احنا كنا خدنا بدأنا كده بنتكلم عن الجهاز كنظام، وقلنا طبعا ان اي جهاز مكون من، او ان اي جسم انسان مكون من أجهزة، وإن الأجهزة بتتكون من إيه؟ الأجهزة بتتكون من عضو، أيوة والعضو من نسيج، والنسيج بيتكون من الخلايا. تمام. وقلنا طبعا إن أول ما يحصل أي تغير يطرأ على الإنسان ده، أجهزة الإنسان كلها لازم تعمل في تكامل. وأخدنا إن الجهاز العصبي لازم مش هيعمل أو مش هيأدي الوظيفة بتاعته إلا بمساعدة الجهاز الدوري والجهاز الهضمي، لأن الجهاز الدوري هينقله الأكسجين والعناصر الغذائية، فالجهاز الهضمي هو اللي هيحول أصلا الغذاء من صورة معقدة إلى عناصر غذائية بسيطة يقدر يستفيد منها الجسم. وبرده نفس الكلام بالنسبة للجهاز الدوري والهضمي، ما يقدروش إن هما يأدوا الوظائف بتاعتهم من غير الجهاز العصبي. وأخدنا شكل الخلايا العضلية، بتوجد على شكل إيه الخلايا العضلية؟ الخلايا العضلية بتبقى على شكل خلايا عضلية صغيرة طويلة الألياف. توجد على شكل ألياف طويلة لتسمح بالحركة وتكون قادرة على اختزال وإطلاق الطاقة بسرعة، عشان تبقى أسرع في إن هي تخزن طاقة أو تطلق طاقة. وقلنا إن النسيج ده بيبقى عبارة عن مجموعة من الخلايا، وشرط أساسي تكون الخلايا متشابهة، والعضو بيبقى مجموعة من الأنسجة تؤدي وظيفة محددة. وبعدين خدنا أجهزة زي مثلا جهاز العضلي الهيكلي، والأجهزة بتبقى مكونة من مجموعة من الأعضاء تعمل على أداء وظيفة واحدة مشتركة زي الجهاز العضلي الهيكلي، وده بيبقى متكون من عظام وعضلات وأربطة وأوتار وغضاريف. عظام وعضلات وأربطة وأوتار وغضاريف، تمام. أخدنا كمان إن أي حاجة بتتحرك في جسمنا لازم يحصل انقباض أو انبساط للعضلات، يعني احنا بنتحرك غير بسبب عمليتي الانقباض والانبساط للعضلات الهيكلية. العضلات اللي بتتحرك دي بنسميها عضلات هيكلية، زي ثني الذراع زي كده. انا عايزة اتني دراعي، يعني ارفع دراعي لفوق، فالعضلة الأمامية دي هتنقبض ولا هتنبسط؟ العضلة الأمامية هتنقبض. تمام. والعضلة الخلفية تنبسط. وزي ما احنا شايفين العضلة الأمامية بتبقى طولها أقصر من العضلة الخلفية، أما العضلة الخلفية عشان منبسطة في حالة الانبساط الطول ما بيقصرش، الطول بيزيد، لكن في حالة الانقباض طول العضلة يقل. ده كده كانت مراجعة بسيطة على الجزء اللي فات. نبدأ بقى في الجزء بتاع النهاردة، الدرس التالت هيتكلم عن العضلات وأنواع العضلات. فاحنا عندنا طبعا العضلات دي بتساعد الجسم ان هو يتحرك، او ان انا عايزة اتناول حاجة بايدي، عايزة ارفع ايدي لفوق، كل ده العضلات هو اللي هتساعدني فيه. ازاي؟ بان واحدة في العضلات هتنقبض وواحدة فيهم هتنبسط، زي ما خدنا كده في الذراع مثلا. فمثلا تفتكري كده العضلات اللي بتخلينا نحرك ايدينا تبقى نوعها عضلات ارادية ولا لا ارادية؟ الإرادية إرادية، برافو عليكي، لأن أنا اللي بتحكم فيها. كلمة إرادية يعني أنا اللي عايزة أحركها، أقدر أحركها أو أقدر ما أحركهاش، دي إرادية. أما العضلات اللا إرادية فهي عضلات بتتحرك لوحدها، أنا ما أقدرش أتحكم فيها، لا يمكن التحكم فيها، لا أقدر أوقفها ولا أقدر أحركها بمزاجي، هي كده كده بتتحرك دايما، تتحرك تلقائيا، ربنا خلاها بتتحرك في كل الأوقات.
الجهاز العضلي في جسم الإنسان بيتكون من مئات العضلات، منها طبعا لازم عشان تتحرك إن هي تنقبض وتنبسط عشان تسمح بالحركة دي. وزي ما قلنا أنواع العضلات، في عضلات إرادية وعضلات لا إرادية. والعضلات الإرادية هي عضلات يمكن التحكم في حركتها، زي إيدك، رقبتك، رجلك، أي حاجة أنت بتحركيها بمزاجك وبإرادتك دي تعتبر عضلات إرادية، وتسمى العضلات الهيكلية زي عضلات الذراع أو الرقبة، أي حاجة بنعرف نحركها يعني. أما العضلات اللا إرادية لدينا فهي عبارة عن عضلات بتتحرك تلقائيا ولا يمكن التحكم فيها، ما أقدرش إن أنا أتحكم فيها، هي دايما بتتحرك زي عضلات القلب وعضلة العين. عضلة القلب وعضلة العين دول هما الاتنين الوحيدين اللي أنا ما أقدرش أتحكم فيهم. إزاي؟ دايما ربنا خالق عضلة القلب ديت تنقبض وتنبسط بدون أي توقف عشان تضخ الدم والأكسجين، أو الدم اللي فيه أكسجين وفيه عناصر غذائية لكل خلايا الجسم. لو هي وقفت لا قدر الله يبقى الإنسان ده مات، ما ينفعش يعني. أنا والله ما ينفعش أبقى ماليش مزاج أحرك أخلي عضلة القلب تتحرك فوقفها، لا هي مش بإيدي أصلا، مش بإرادتي. وعضلة العين برضو، عضلة العين زي ما احنا عارفين ان احنا دايما عينينا بترمش، صح؟ أي الرمش بتاع العين اللي احنا بنعمله ده بنعمله عشرات المرات في الدقيقة الواحدة، من غير ما انت تفكري، من غير ما تقولي لا انا عايزة ارمش عيني دلوقتي فهخليها ترمش، من غير ما تقولي لا انا مش عايزة ارمش دلوقتي فمش هرمش، لا هي كده كده بتنقبض وتنبسط من غير ما انت تفكري اصلا. ولما تقفلي جفن العين بتنقبض عضلة العين ديت، لما نقفلها خلاص يعني مثلا في حالة النوم انا وانا قافلها كده كده عضلة العين منقبضة، فاهماني؟ أي تمام. وعضلات، في كمان عضلات اخرى بتحيط بمقلة العين او مقلة العينين، يعني بتخليني ابص في اتجاهات مختلفة، اللي بيخليني ابص يمين او شمال او فوق او تحت، ده اللي هي العضلات الموجوده حوالين مقله العين، ودي بتساعد في تحريك العين في اتجاهات مختلفه. طبعا من اللي انا قلته ده كله نعرف ان كل العضلات مش هتتحرك غير بطريقه الانقباض والانبساط، لازم يحصل انقباض وانبساط عشان العضله دي تتحرك. والعضله المسؤوله عن ضخ القلب للدم اللي بتخلي القلب يضخ الدم هي عضلة لا إرادية، اللي هي عضلة القلب بتبقى لا إرادية. ثواني كده هوريكي شكل القلب وهو بيتحرك. لحظة يا رودي خليكي معايا. ماشي
شايفة يا رودي اللي قدامك؟ بصي عضلة القلب بتتكلم. شفتيها؟ بصي من قريب بيعمل ايه؟ تمام فهمتيها؟ أي تمام. نرجع للكتاب بتاعنا لحظة واحدة. احنا في صفحة كام يا رودي؟ 52 و53 50 و50 تمام يلا بينا. فديت العضلات اللي هي لا إرادية. تمام، دي العضلات اللي هي لا إرادية. أما العضلات الإرادية فهي زي عضلات الذراع زي ما قلت لك، فأنت لما تحتاجي إن أنت تتني دراعك هتنقبض أنهي عضلة، الأمامية ولا الخلفية؟ تمامين. برافو. والخلفية تنبسط، ولكن لما تفردي دراعك مين اللي هتنقبض ومين اللي هتنبسط؟ الأمامية هتنبسط والخلفية هتنقبض. برافو. اما عضلات الرقبه فانا لما ارفع راسي لاعلى او اخفضها لاسفل هتعمل عضلتين هامتين في الرقبه فتنقبض احدهما اثناء رفع راسك، ولما تخفضي راسك لاسفل هتنقبض الاخرى. يعني شايفه الشكل ده كده؟ أيوة. في عضلتين، اول ما ارفع راسي العضله اللي من قدام دي هتنقبض، ولما انزل راسي لتحت العضله اللي من ورا هي اللي هتنقبض. تمام، يبقى واحده أيوة. هتنقبض وواحده هتنبسط. المهم ان لازم واحده تنقبض وواحده تنبسط. عضلات اليد لما تدوري ايدك كده او تثنيها لورا او تلفي الرسغ بتاع ايدك ده، في برضو عضلتين اساسيتين هيعملوا بشكل ارادي في الساعد، اللي هما دول شايفه الساعد اللي هو الايد من بعد الكوع كده، واحدة فيهم هتنقبض لما عندما تكون راحت يدك لأعلى، لما تكون ايدك ديت اللي هو كف ايدك لفوق، وهتنقبض لو دورت ايدك وكانت راحت ايدك لأسفل، التانية هي اللي هتنقبض. فاهماني؟ فاهماني يا رودي؟ أيوة. تمام. طبعا عضلات الخصر او الوسط اللي هي هنا تحديدا برضو بيبقى موجود عضلات في البطن على جانب الجسم، اللي هي عضلات الخصر بتبقى موجودة
في البطن على جانبي الجسم، هنا تحديدا وهنا. لما تدير خصرك لأحد الجانبين، يعني مثلا عملت كده زي الشخص ده، هتنقبض العضلتين على هذا الجانب معا، في عضلات بقى اللي هي ديت هينقبضوا مع بعض على هذا الجانب، ولكن الجانب التاني هينقبض هينبسطوا. تمام، انا اتحركت كده يبقى هينقبضوا، اتحركت كده يبقى على الجانب ده هينقبضوا وعلى الجانب التاني هينبسطوا. تمام، تمام. طيب ده بالنسبة للعضلات دي كلها إرادية، ما فيش عضلات لا إرادية غير إيه وإيه يا رودي؟ عضلة القلب برافو. وإيه كمان؟ وعضلة القلب والعينين. أو عيني. يبقى أي حاجة من دول هيقولك إزاي بتعمل عضلتين معا لما يقوم زوج من العضلات الهيكلية بعمل ما، يعني أنا مثلا عايزة أرفع إيدي، لازم أحد العضلتين دول تنبسط والأخرى تنقبض، أو تنقبض أحد العضلتين والأخرى تنبسط، المهم إن واحدة تنقبض وواحدة تنبسط. تمام يا رودي؟ تمام. تمام. طبعا زي ما قلنا إن حتى الأنظمة هتعمل معا في أي حاجة بقى عامة، هنلاقي إن الأنظمة بتعمل معا، يعني مفيش حاجة بشغالة لوحديها، كله بيساعد بعضه في جسم الإنسان. فمثلا عندما ترى عيناك خطرا فهترسل رسالة لمين؟ لو أنا شفت أي خطر العين هتبعت رسالة لمين؟ للقلب، يضخ للإيه؟ الدم للجهاز الدوري، عشان خطر، يضخ، أنا شفت خطر. وهتبعت رسالة للعينين، وبعد كده تبعت رسالة للمخ. بصي يا رودي، اي خطر انا بتعرض له او اي حاجة لازم ابعت رسالة للمخ، والمخ هو اللي يقول لي اعمل ايه. المخ هو المتحكم الرئيسي في جسم الانسان كله، فاي حاجة انا هتعرض ليها اول حاجة هتحصل ان جسمي هيبعت رسالة للمخ، والمخ بقى على اساس الحاجة اللي هو وصلت له يترجم الرسالة اللي وصلت له دي، ويبدأ ان هو يبعت للجسم يقول له اعمل كذا، امشي من الحتة دي، اعمل اي حاجة بقى. وعند احساسك بهذا الخطر وشعورك بالتوتر، ده بقى اللي هيحصل في القلب، فان ضربات القلب هتزيد ولا هتقل ولا لا تتأثر؟ هتزيد. برافو عليك، هتزيد. تمام، يبقى اول ما نحس بخطر عيني هتبعت رسالة للمخ، ويبدأ المخ ويبدأ القلب ان هو ضرباته تزيد جدا. ايه اللي بيحصل بالظبط لما انا اتعرض لخطر او لتهديد او اي حاجة؟ بيبدأ الجسم يبقى فيه ليه حاجة اسمها ردود فعل حسية تجاه التوتر او الخطر ده. طب وبعدين؟ اول ما انا اتعرض لتهديد او خطر او اي حاجة انا خايفة منها، بيبقى فيه حاجة من اتنين، يا اما انا استجيب بالمواجهة وأواجه الحاجة اللي قدامي، يا إما أهرب منها، يا إما هستجيب إن أنا أواجه الحاجة اللي قدامي دي وأتغلب عليها، يا إما ههرب منها. فلما تشوف عيني الخطر فهترسل رسالة للمخ، ويبدأ المخ بقى يرسل رسالة لجسمي عشان أستعد للاستجابة للخطر ده، يا إما هيخليني أستعد بإن أنا أستجيب للمواجهة ديت أو أواجه الخطر اللي قدامي، يا إما هيقول لي إيه؟ ان انا اهرب. طبعا في اجهزة كتير في جسم الانسان ليها جزء مهم في الاستجابة للخطر ده، فمثلا عندنا جهاز اسمه جهاز الغدد الصماء. غدد الصماء دي بتبقى غدد او خلايا في جسم الانسان بتفرز مواد معينة، فسميناها غدد صماء. الغدد الصماء ديت ليها طبعا دور في الاستجابة للخطر، يعني انا لما اتعرض لخطر او اشوف كلب بيجري ورايا، الغدد الصماء دي هتفيدني؟ ايوه هتفيدني. ازاي؟ لان جهاز الغدد الصماء ده مكون من اعضاء خاصه، الاعضاء طبعا بتاعته من اسم الجهاز اسمها غدد صماء، دي الاعضاء اللي فيه. طب وظيفتها ايه؟ وظيفتها زي ما قلت لك ان هي تفرز مواد معينه، المواد دي اسمها هرمونات.
اسمها ايه يا رودي؟ نعم. هرمونات. المواد دي بتبقى مواد كيميائية بتساعد الجسم ان هو يعمل وظائف معينة، زي ان هو يستعد للاستجابة، سواء بقى بالمواجهة او بالهروب مش هتفرق، المهم ان الهرمونات دي هي اللي هتساعد الجسم ان هو يواجه او ان هو يستجيب. وكمان بتحافظ على درجة حرارة الجسم وضغط الدم، لان في ناس لما بتواجه خطر او حاجة جسمها بيبرد جدا، ولو جسمها برد عن رقم معين الإنسان ده ممكن يموت من كتر الخضة، أو لو ضغطها عالي جدا برضو ممكن يموت من كتر الخضة. فجهاز الغدد الصماء ده وظيفته إن هو يفرز المواد الكيميائية دي، وإن هو كمان يحافظ على الجهاز أو يحافظ على درجة حرارة الجسم وضغط الدم، عشان الإنسان ده ما يحصلوش إن هو يموت لا قدر الله. تمام. تمام. طب الهرمونات اللي بتفرزها الغدد الصماء دي بتروح فين؟ زيها زي العناصر الغذائية، زيها زي الأكسجين، بتروح عن طريق الجهاز الدوري لكل أجزاء الجسم، عشان يبدأ الجسم كله يستعد ويستفيد من المواد الكيميائية أو الهرمونات دي. يبقى الجهاز الغدد الصماء بيتكون من أعضاء خاصة تسمى إيه؟ تسمى الغدة الصماء. الغدد الصماء وظيفتها حاجتين يا رودي، إفراز مواد كيميائية اسمها إيه؟ الهرمونات هرمونات. والهرمونات دي هتساعد الجسم على أداء وظائف معينة، زي مثلا الاستعداد للاستجابة. وكمان الجهاز الغدد الصماء ده بيحافظ على درجة حرارة الجسم وضغط الدم. طيب الهرمونات دي بيحصل لها ايه؟ بتنتقل الى جميع انحاء الجسم عن طريق انهي جهاز؟ ممكن تقول سؤال تاني؟ الهرمونات بتنتقل الى جميع انحاء الجسم عن طريق انهي جهاز؟ مين الجهاز اللي بيوصل كل حاجة لكل الجسم؟ جهاز الدوري. للدوري. برافو عليك. عندنا طبعا مثال انا ممكن اقوله لك بس هو مش عليكي يعني. في حاجة في تحت المخ بالظبط، موجودة اسفل المخ، اسمها الغدة النخامية. الغدة النخامية دي خاصة بان هي تفرز هرمونات بتنشط غدد تانية عشان تبدأ تفرز هرموناتها. ايه كمان؟ انت فاهماني يعني؟ انا كأنها منبه كده بفكرك افرزي الهرمونات اللي انت المفروض تفرزيها. الغدة النخامية دي وظيفتها كده، موجودة اسفل المخ وبتقوم بافراز هرمونات تنشط الغدد الصماء الاخرى زي غدة البنكرياس. تقوم مفكر البنكرياس تقول له ايه، انت محتاج تفرز هرمونات دلوقتي، يروح يفرز. تمام. احنا بقى عندنا الجهاز الدوري، والجهاز الدوري ده بيتكون من 3 حاجات. عضلة القلب طبعا اللي هي مهمة جدا واللي هي أصلا الأساسية. تاني حاجة الدم اللي موجود جوه الأوعية الدموية. تالت حاجة اللي هي الأوعية الدموية بقى اللي شايلة الدم. والأوعية الدموية في منها 3 أشكال يا رودي، شرايين وأوردة وإيه، شعيرات أوراق دموية. دموية. برافو عليك. شرايين وأوعية وأوردة وشعيرات دموية. يبقى الجهاز الدوري كله مكون من 3 أجزاء، عضل القلب ودم وأوعية دموية. الأوعية الدموية دي ليها 3 أشكال، شرايين وأوردة وشعيرات دموية. طبعا الأوعية الدموية دي هي اللي شايلة الدم وبتخليه يروح في كل أنحاء الجسم، بتسمح الأوعية الدموية بتدفق الدم عبر الجسم. تمام. وظيفة الجهاز الدوري ايه؟ احنا من ساعة ما بدأنا تقريبا واحنا بنقول ان الجهاز الدوري بيعمل حاجة معينة، فاكراها؟ بيضخ الدم. فالدم ده شايل ايه؟ طيب ايه وظيفة ان الدم ده يتضخ لكل الجسم يعني؟ بيبقى شايل الأكسجين برافو. عشان ينقل بيها الأكسجين، وكمان العناصر الغذائية زي ما قلنا عناصر غذائية. أنا عندي الجهاز الهضمي بيحول لي
الغذاء او الطعام اللي انا باكله لعناصر غذائيه. العناصر الغذائيه دي مش مفروض تفضل في الجهاز الهضمي بس، لا ده كل الجسم محتاجها، كل الجسم محتاج عناصر غذائيه. أيوة. فبالتالي الجهاز الدوري ده هو اللي بينقل بقى الاكسجين والعناصر الغذائيه الى كل اجزاء الجسم، وكمان بياخد مش احنا بنبقى بقى بعد ما ناخد اكسجين بنطلع ثاني اكسيد كربون، أي محتاجين نطلعه برضو. مين اللي بيطلعه؟ هو الجهاز الدوري. يبقى الجهاز الدوري ينقل الدم اللي هو محمل بالغازات، وبينقل كمان الهرمونات زي ما قلنا اللي هي موجودة في جهاز الغدد الصماء، وبينقل كمان العناصر الغذائية إلى جميع أجزاء الجسم، لكل أجزاء الجسم. تمام. أي طب ايه بقى دور الجهاز الدوري لما الجسم يواجه خطر؟ انا شفت كلب وانا بخاف من الكلاب جدا، الجهاز الدوري هيساعدني في ايه؟ القلب مثلا هيحصل له ايه؟ هيضخ دم كتير. بالظبط، هتتسارع ضربات القلب، ضربات القلب هتزيد. معنى ان ضربات القلب زادت فكده هو بيضخ دم كتير للعضلات ولكل الأعضاء الحيوية التانية اللي في جسمي، فهيزداد ضغط الدم. عشان كده هو بيعمل كده مثلا، عشان أنا لو محتاجة طاقة كتيرة فكده هو يوصل لي طاقة أكتر لكل جسمي، عشان أبدأ إن أنا أساعد نفسي، يا إما أهرب يا إما أواجه الخطر اللي قدامي ده، وهكذا. فهمتي الجهاز الدوري؟ أي بالجهاز الدوري مكون من إيه؟ الجهاز الدوري مكون من العضلات. عضلة القلب، مش عضلات، أي عضلة القلب فقط. أوعية وشرايين وشعيرات دموية. عضلة قلب يا رودي، ودم وأوعية دموية. الجهاز الدوري يتكون من عضلة قلب ودم وأوعية دموية. الأوعية الدموية في منها 3 أشكال، شرايين وأوردة وشعيرات دموية. وظيفة الجهاز الدوري إن هو ينقل الدم والغازات والهرمونات والعناصر الغذائية لكل أجزاء الجسم، ولما بيواجه خطر ما تتسارع ضربات القلب، فده هيزيد معدل سرعة ضربات القلب، فبالتالي هيضخ الدم أو المزيد من الدم إلى العضلات والأعضاء الحيوية الأخرى، وبالتالي هيزداد ضغط. تمام. نيجي عند تالت جهاز عندنا وهو الجهاز التنفسي. ده احنا واخدينه قبل كده بس ناخده كمان مرة. لو انت تفتكري خدتيه في سنة رابعة. جهاز تنفسي نظام، طبعا اي جهاز هو نظام مكون من اعضاء وانسجة بتساعد الجسم على التنفس، وخاصة الجهاز التنفسي هو المسؤول عن عملية التنفس. اما الجهاز الهضمي برضو عبارة عن اعضاء وانسجة بتساعد الجسم على عملية الهضم، وهكذا. يبقى أي جهاز في جسم الإنسان عبارة عن نظام من أعضاء وأنسجة على حسب بقى وظيفته. هضمي يبقى وظيفته الهضم، تنفسي تبقى وظيفته التنفس. ويتكون الجهاز التنفسي ده من أنف وقصبة هوائية ورئتين. بص كده، أنف، بيبدأ بالأنف، بعدين قصبة هوائية، بعدين الرئتين. وطبعا في حاجات تاني في جوه الرئتين اهي، اسمها حويصلات هوائية. شايفة النقط الحمراء اللي قدامك ديت، النقط الغامقة اللي جوه الرئتين، حويصلات هوائية. وفي طبعا الشعبتين الهوائيتين دي اللي هي بتبقى نازلة من القصبة الهوائية عشان تتوزع الهواء بتساوي على الرئتين. وعندنا آخر حاجة في الجهاز التنفسي اللي هي عضلة الحجاب الحاجز، ودي تعتبر عضلة اللي هي دي، شايفاها؟ تمام. دي عضلة الحجاب الحاجز، أو ده كله الجهاز التنفسي. الجهاز التنفسي بيعتمد في وظيفته على إيه؟ وظيفته الأساسية بيعتمد فيها على الجزئين، الرئتين. أهم جزء بيعتمد عليه الجهاز التنفسي في عملية التنفس، فبالتالي تعتبر الرئة هي العضو الأساسي في الجهاز التنفسي. يبقى مين العضو الأساسي في الجهاز التنفسي يا رودي؟ ورقتين الرئتين. طبعا الرئتين دي بتاخد الأكسجين من الهواء
وتبدأ إن هي تطلق غاز ثاني أكسيد الكربون كجزء من عملية التنفس والدوران. يعني هي بتاخد الهواء كله، تروح واخدة منه الأكسجين وتروح مطلعة منه ثاني أكسيد الكربون وأي حاجة تانية برضو تطلعها من خلال عملية اسمها عملية، اللي بيحصل ده اسمها عملية التنفس. إن أنا آخد إن أنا أدخل دخول أكسجين وخروج ثاني أكسيد كربون، الاثنين دول مع بعض اسمهم تنفس. طب فاكرة كان التنفس مكون من عمليتين اسمهم ايه؟ عملية الشهيق والزفير. بالظبط، عملية التنفس بتحصل على مرتين، شهيق وزفير. الشهيق ده ان انا اخد نفسي كده، فانا هاخد نفسي يا رودي، فمحتاج ان انا اوسع المكان ده، اوسع عضلة، اوسع القفص الصدري، صح؟ انا محتاجة ادخل هوا كتير، أي محتاجة اوسع عضلة، اوسع القفص الصدري، فبالتالي بيحصل ايه؟ بتنقبض عضلة الحجاب الحاجز ديت الموجودة هنا دي، شايفاها؟ عضلة الحجاب الحاجز دي بتبدأ ان هي تتحرك، تنقبض وتتحرك الى اسفل، شايفة؟ أي بتتحرك لاسفل ليه؟ عشان يتسع القفص الصدري، لان هي كل ما تتحرك لتحت كده كل ما القفص الصدري ده هيتسع بالشكل ده. ده في عملية الشهيق. يبقى في الشهيق بتنقبض عضلة الحجاب الحاجز، علميها كده، الشهيق فيها قاف وتنقبض فيها قاف عشان ما تتلخبطيش بينهم. عملية الشهيق تنقبض فيها عضلة الحجاب الحاجز وتتحرك إلى الأسفل. بالظبط، وتسحب الرئتان الهواء الجوي، تسحب بقى الرئتين الهواء الجوي عن طريق الأنف. أما عملية الزفير فهي عكس الشهيق، وبيحصل فيها إن عضلة الحجاب الحاجز بتنبسط وتتحرك إلى أعلى ويخرج الهواء من الرئتين. أنا دلوقتي خلاص عايزة أخرج الهواء، فبالتالي مش لازمني كل الوسع اللي أنا كنت عاملاه ده، مش لازمني كل المكان اللي أنا كنت سايباه ده، فعضلة الحجاب الحاجز هتنبسط، ولما تنبسط هتتحرك لإيه؟ للأعلى. بالظبط، لأعلى. تمام يا رودي، فهمتيها؟ أي ويبدأ الهواء إن هو يخرج من الرئتين. طبعا بقى الرئتين دي بتبدأ إن هي تاخد الأكسجين وتديه لمجرى الدم عشان يبدأ الدم ينقله لكل الأعضاء والأنسجة اللي موجودة في جسم الإنسان. يعني أنا خلاص نفست، طبعا الأكسجين مش هيفضل في الرئتين، ده كل الجسم محتاج أكسجين، فيبدأ الرئتين تنقل الأكسجين ده لمجرى الدم، ويبدأ الدم يودي الأكسجين لكل خلايا الجسم. تمام؟ تمام. طبعا زي ما قلنا، أثناء الاستعداد للمواجهة أو الهروب أو إن أنا أستجيب حتى للخطر اللي قدامي ده، زي ما قلنا بتزداد سرعة التنفس عشان أنا زودت ضربات القلب فمحتاجة أكسجين أكتر، فعشان كده بتنفس بسرعة أكتر عشان الدم ده يزداد تدفقه إلى العضلات والمخ، عشان كل الأجهزة تبقى جاهزة إن هي تستجيب للخطر ده، سواء إن هي هتجري فبرضه محتاجة طاقة ومحتاجة أكسجين عشان تتخلص من الضغط اللي هي متعرضة عليه ده، أو تتخلص من التوتر اللي هي كانت فيه. تمام؟ تمام. في أي حاجة صعبة بالنسبة لك في الدرس الثالث؟ لا تمام، نعمل كده مراجعة خفيفة عليه. احنا النهاردة أخدنا أول حاجة إن في عضلات إرادية وعضلات لا إرادية، والعضلات الإرادية هي عضلات مالها؟ نحن نقدر نتحكم فيها. بالظبط، عضلات يمكن التحكم بها. أما العضلات اللا إرادية فهي عضلات لا يمكن. التحكم بها تمام، عضلات الإرادية زي إيه؟ العضلات اللا إرادية، الإرادية زي مين؟ عضلة الذراعين،
او القدمين تمام، برافو او الرقبة. برافو. اي عضله ينفع تتحكم فيها اللي هي مثل العضلات الهيكليه زي عضلات الذراع او الرقبه، برافو عليك، او الرجل او اي حاجه طبعا. طب العضلات اللا اراديه زي ايه؟ زي القلب تمام، والعين. القلب والعين، برافو عليك، هما دول الاتنين اللي هما لا اراديين في جسم الانسان. تمام. طيب طبعا اي عضلة من دول بتتحرك عن طريق ايه او ايه؟ أي أصلا بتتحرك عن طريق المخ. لا يعني كل العضلات عشان تتحرك لازم يحصل لها ايه وايه؟ انقباض وانبساط، صح كده؟ أي تعمل جميع العضلات عن طريق الانقباض والانبساط. ونوع العضلات المسؤولة عن ضخ القلب للدم بتبقى نوعها عضلة إرادية ولا لا إرادية؟ اللي بتضخ القلب لكل، بتضخ الدم لكل الجسم. القلب إرادية ولا لا إرادية؟ لا إرادي. برافو، تمام. طيب بعد كده أخدنا العضلات الهيكلية، والعضلات الهيكلية ديت بتبقى زي اللي هي اللا الإرادية قصدي، والإرادية ديت لازم زي العضلات الذراع أو الرقبة أو اليد أو الخصر، لازم أحد العضلات هينقبض وأحدهم هينبسط. وعلى فكرة في حوالي 600 عضلة في جسم الإنسان من العضلات الهيكلية اللي بيقدر يحركها دي. في حوالي كم عضلة؟ 600 عضلة. 600 عضلة، لازم نعرف الرقم ده. العضلات الهيكلية يارودي سميناها هيكلية لأن هي عضلات متصلة بالعظام، هي شايفة؟ بصي، هي لازقة في العظمة، عشان أحرك بيها العظمة فهي لازقة في العظمة، فعشان كده سميناها عضلات هيكلية لأن هي تتصل بالعظام وتعمل على تحريك عظام الجسم، هي اللي بتخلي عظام الجسم تتحرك، لان انا عظام الجسم دي حاجه صلبه فعمرها ما تتحرك لو مفيش فيها عضلات. تمام. اخذنا بعد كده ان احنا لما نتعرض لخطر معين هيبقى فيه طبعا اجهزه جسم مختلفه هتستجيب للخطر ده. اول جهاز ممكن يستجيب للخطر ده زي جهاز الغدد الصماء، وده يتكون من اعضاء تسمى، الغدد الصماء برافو، والغدد الصماء ديت وظيفتها ان هي تعمل ايه؟ الغدد الصماء بتبقى بتفرز المواد الكيميائية زي برافو، تسمى الهرمونات. الهرمونات. تبدأ الهرمونات دي تساعد الجسم على أداء وظائف معينة زي مثلا الاستجابة. وفي كمان ان هو الجهاز الغدد الصماء ده بيحافظ على درجة حرارة الجسم وضغط دم الجسم. جهاز الغدد الصماء بيعمل حاجتين، بيفرز الهرمونات زي ما انتي قلتي، وكمان بيحافظ على درجة حرارة الجسم وضغط الجسم. تمام. أخدنا كمان الجهاز الدوري، والجهاز الدوري ده مكون من 3 حاجات، عضلة القلب والدم أو مجرى الدم والأوعية الدموية. والأوعية الدموية دي في منها 3 أشكال، شرايين وأوردة وشعيرات. تمام. تسمح الجهاز الدوري ده بيبدأ إن هو يسمح للدم بنقل الغازات والعناصر الغذائية إلى جميع أجزاء الجسم، ولما يتعرض لخطر فبتتسارع ضربات القلب وبيزيد معدل سرعة الضربات ديت، فبالتالي هيضخ المزيد من الدم إلى إيه؟ إلى العضلات وكل الأعضاء اللي إحنا محتاجينها عشان نواجه بيها الخطر ده. طب الجهاز التنفسي، الجهاز التنفسي مكون من أنف ورئتين وقصبة هوائية. بيبدأ الجهاز التنفسي إن هو أول ما نتعرض ليه خطر معين، بيبدأ الجهاز التنفسي ان هو يمتص او يزداد عدد مرات التنفس، فبالتالي هياخد اكسجين اكتر للحصول على المزيد من الاكسجين عشان يبعت الاكسجين ده
مع الدم الى باقي العضلات عشان تبدا ان هي تتحرك. تمام يا رودي؟ تمام. تمام. في اي حاجه مش فاهماها في الدرس ده؟ لا فاهمة. تعالي قولي لي بقى الواجب اللي انت حلتيه ده حلتيه ازاي، تعالي نقراه مع بعض وحلي قولي لي الاجابات بتاعتك. ماشي. صفحة 39. أيوة هنا 39، احنا أخدنا 50 واجب مش 39، 30 متأكدة؟ والله 39 يا بس. طيب تمام ثانية. طيب ماشي، خمسين دي احنا كنا حلينا مع بعض. خلاص تمام يلا حل قولي لي الحل بتاعك. الخلية هي المسؤولة عن كيف جسم الكائن الحي. تمام. الخلية هي وحدة بناء الكائن الحي. والنواة هي المسؤولة عن كل العضيات وانقسام البروتينات. تمام. هي مركز التحكم في الخلية. الميتوكوندريا القيام بعملية التنفس الخلوي. تمام ماشي. وتحافظ أو وتخزن فيها الطاقة عن طريق تحول الغذاء أو العناصر الغذائية إلى طاقة. إنشاء الخلية، التحكم في المواد الداخلة والخارجة من الخلية. غشاء الخلية هو الطبقة المحيطة بالخلية التي تتحكم في المواد التي تدخل أو تخرج من الخلية. 5 الجدار الخلوي هي فيها النبات، تعني الخلية، تعطي الخلية شكلا محددا. تمام برافو. البلاستيدات الخضراء في الخلية النباتية تقوم بعملية البناء الضوئي، ليه؟ لأنها تمتص ايه؟ لأنها تمتص ضوء الشمس برافو. وثاني أكسيد. لا ضوء الشمس بس. الميكروسكوب يستخدم في فحص الأشياء مثل الخلايا. برافو. السيتوبلازم سائل يسمح فيه كل العضيات وهو سائل هلامي. هلام برافو. الشبكة الإندوبلازمية تساعد في نقل البروتينات لإصلاح الخلايا. تمام. الجهاز الجلجي هو تركيب يشبه الكيس لا داخل. لا جهاز جولجي. جهاز الجلجي الجهاز الجلجي يستخدم فيه يساعد في تحضير. تعبئة برافو. تحضير وتغليف المواد الغذائية. المواد داخل الخلية ونقلها إلى الخارج. الفجوة العصارية هو تركيب يشبه الكيس داخل الخلية يساعد فيه نقل في تخزين المياه والفضلات والمواد الغذائية. تمام برافو عليك. أسئلة متنوعة. ادرس الشكلين المقابلين ثم أجب. اكتب ما تدل عليه كل شكل. اكتب ما تدل عليه كل شكل. الأول شكل الخلية الحيوانية والثاني شكل الخلية النباتية. اكتب تمام برو. البيانات المطلوبة دي اللي هي ايه بقى؟ رقم 1 ايه؟ ايه اللي من بره ده؟ ده غشاء الخلايا. برافو. ورقم 2 شايفة؟ النواة. برافو. رقم 4 الميتوكوندريا. دي
رقم 4. بصي 4 مشاورة على ايه؟ الفجوة العصارية. بالظبط، الفجوة العصارية. طب ورقم 3؟ السيتوبلازم. برافو، سيتوبلازم. واحد هنا اللي هو البلاستيدات الخضراء. تمام. اتنين واثنين؟ اثنين ايه؟ النواة. برافو. ثلاثة؟ التلاتة الميتوكوندريا. لا ده بصي الجهاز اللي هو شبه علامة الواي فاي ده. جهاز زوجي. بالظبط كده. 4 الجدار الخلية. تمام. 5 6 الفجوة العصارية. 7 السيتوبلازم. تمام، برافو عليك. الخلية النباتية الخلية الحيوانية من حيث تركيب كل منهما. ايه الفرق ما بينهم؟ الخلية النباتية تحتوي على تركيبين اللي هو البلاستيدات الخضراء وجدار الخلية. برافو. كائنات وحيدة الخلايا والكائنات عديدة الخلايا. الكائنات وحيدة الخلايا ليست معقدة، ايوه، وبتبقى جسمها يحتوي على كام خلية؟ على خلية واحدة. تمام. والكائنات معقدة الكائنات عديدة الخلايا كائنات معقدة، وجسمها يحتوي على ما يقارب 40 تريليون خلية. تمام، ملايين الخلايا. برافو عليك. رقم 3؟ تتميز الخلايا النباتية عن الخلايا الحيوانية بوجود بعض العضيات اذكرها، البلاستيدات الخضراء وجدار الخلية. تمام. يتم تنظيم التركيب في تركيب أغلب الكائنات الحية عديدة الخلايا في 5 مستويات حددها في المخطط التالي: خلية، نسيج، عضو، جهاز، كائن حي. برافو عليك يا رودي، ممتازة. تمام تمام يا رودي. بصي بقى، خدي الصفحة ديت اللي هي صفحة، ثانية واحدة اقولك صفحة كام، 55 اللي بتاع الدرس التالت. 55. خديها واجب وخلصيه وبعتيهولي على الواتس. ماشي. ماشي يا رودي، محتاجة أي حاجة؟ شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام.